الدخول على النساء، يحرم على المسلم أن يدخل على النساء. الأصل أن الرجال يبتعدوا عن النساء، لا اختلاط في الإسلام بين الرجال والنساء. كاتشو تكان ستري كو إسلام من بان أمنية أو يو جو تكان ستري نوتي بروح جام باي تروتستات أنوشنية أمبي ستري دوي من أك لي لام جمويت ني باي لاي. الآن في المساجد أي لون في المسجد هل الرجال يصلوا مع النساء؟ تابو راس مبهيان رقو فاي بنكم جموي لن ستري داري تي لا إيه؟ هذا في المسجد الرجال يبتعدوا عن النساء. كذلك في الجلوس في الزواجات لا يمكن أن يختلط الرجال بالنساء. هذا يقول هذا بيت أخي. وهذه زوجة أخي. سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بسوتها. سئل عن أقرباء الزوج. قال الحم والموت، هذا الموت الدخول على النساء. النبي صلى الله عليه وسلم أن شلائتها الحمو يعني أقرباء الزوج. أقرباء الزوج نأجد كان رقا قوان قول رابا قدينا كسلع الحمو هو الموت. نعم، إذا لا يمكن أن المسلم يدخل على النساء الأجانب. دوشنا برا جيني إسلام كمن أجول تكن ستريبان تي لا يلين مع المرأة في الكلام. يعني الآن أرى تهاون في كلام الرجال مع النساء. الإسلام أغلق هذا الباب بغض البصر وأن لا تتكلم بكلام لين، لا تتكلم في أي وقت. الإسلام كبان بد لو ترى مويني ثم عندنا في المجتمع يعرف النساء يعرف بعض الرجال يقول هذا لا يتكلم مع النساء، هذا الرجل يبتعد عن النساء، وهذا الرجل يقول هم النساء يعرفوه يقول هذا لا يبالي ويتكلم مع كل مرأة. من براخله تروبان تسكولها من دالي جي موينة براخ هاي من براخله تروبان تلبيتها جي منوك دالي جي من بكان نجي تموين ستري ريكو نجي تتعمى بايدة قطعة